كثير يقول لك أنا لما أتبع حمية أنا أنحرم وما أطلع ولا أقدر أروح مع أصحابي مطاعم، إيش الحل؟ ويقول لك المطاعم حقة اللي تقدم وجبات صحية أكلهم مو لذيذ ويكون عادة ماسخ. هذا مو صحيح، لأن في مطاعم كثير تقدم وجبات صحية أو تقدر تقول أنها شبه صحية، يعني ما حتخرب لك البرنامج اللي أنت ماشي عليه. من طبع ناس حيقولوا لك مستحيل لأن الكلام اللي تقوله صحيح، لكن أنا الآن حوريكم مجموعة وجبات صحية تقدر تطلبوها من المطاعم. مثلا عند أي هوب وجبة سيريليون ستيك حلوة ولذيذة، عشان تخليها أكثر صحية قل له يسوي لك إياها بدون زيت وخليه يسوي لك بس بياض، والعادة هي تيجي معاها بانكيك فخليه يبدل لك إياها بخبز بر. وشوف هذه البطاطس برضو تقدر تقول له أنه يسوي لك إياها بدون زيت بالفرن. طبعا هذا إذا جوك فطور، لكن اللي يبغى يطلع يتغدى الحين حنوري. في عندنا هذا الدجاج بروشتا من مطعم أبل بيز، علشان تقلل السعرات اللي فيها برضه اطلب منه نفس الشيء انه يطبخ لك اياها بدون زيت. العادة ما يرفضوا ويتحمسوا حتى لما تقول لهم، يعني ينبسطوا على هذا الشيء. ممكن كمان تروح شيل تطلب مارغريتا الدجاج، الوجبة هذه انا بطلة وتعجبني بصراحة، يعني بس اخليه يسوي لي اياها بدون الفول واطلب معاها رز اذا رحت. صراحة عندهم شغلة حلوة، تقدر تطلب صدور دجاج زيادة، يعني اذا انت تعرف الكمية اللي انت محتاجها بالضبط تقدر تطلب صدور دجاجة. الدجاجات صدور زيادة. الحين بيجي يقول لك واحد هذه الوجبات سعرها غالي، مو أي أحد يقدر يروح هذا المطاعم، أعطينا وجبات رخيصة ومطاعم عادية. ما صعبته، كله متوفر، بس أنت لازم تدور، وأنا حوريك الآن بعض الأمثلة. هذه وجبة من مطعم ديري كوين، ساندويش الدجاج المشوي، يعني يطلبها بدون مايونيز وضعك ها يعني إني في السليك. وهذه وجبة ثانية من كنتاكي اللي هي توستر الدجاج المشوي، واللي يسوي لك اياه بدون مايونيز وبدون جبن وضعك اوكي، وسعرها مرة رخيص 9 ريال تقريبا. عدد الميزانية كويسة، عندك سماش برجر جيد الوجبة هذه ومليانة خضار، حتى الخبز حقها ممتاز. اما اذا حشروك زملائك وانتوك برجر كينج ففي عندك هذه الوجبة ممكن برضه تطلبها، فلا تقول لي ما في حل. وإذا انزنقت ممكن تطلب هذه الوجبة اللي هي لو كربوريتر، هذه ما فيها خبز يعني حيكون فيها كمية الكربوهيدرات قليلة لكن فيها لحم. كودو في عندي هذه الوجبة يعني لا بأس فيها، بس طلبها بدون جبن وبدون مايونيز. والله مرة تكليجات كثير اليوم. طبعا في مطاعم كثير عندها وجبات صحية، يعني من تشيز كيك فاكتوري لستيك هاوس فاير جريل وغيرها كثير، انت بس يبغالك تبحث وتركز في المنيو. عاد لا تيجي تقول لي ما في مدري ايش حركات المدري ايش وتيجي تطلب لي اللي انت خابره. فاصوليا جدا 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 ممتازة، ليش؟ تخافض اللي هو سكر الدم، انت لما ينزل السكر عندك في الدم عندك عمليات الحركة ترتفع، في نفس الوقت هذا يعزز لك عملية بناء العضلات، فالفاصوليا مرة كويسة. في خضروات مرة مهمة ان تكون برنامج، الفاصوليا والخس والكرنب والبروكلي، هذول حاجة مرة مهمة. وإذا الميزانية كويسة هيليونا واسبرغس، إذا الميزانية لك عليها عاد طنشوها على جنب شوية.